حكينا بخصوص موضوع الإضراب عن الطعام اللي كتخوضوا نعم من أجل أنكم تنصفوا في الملف المتعلق بامتحان. احنا في الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الإنسان جينا هنا انطلاعا من الخطر اللي كيتهدد المضربين والمضربات عن الطعام، وهذا الخطر هذا اللي هو كيهدد الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي لهاد المواطنين والمواطنات اللي هما طبعا التجأوا لهذا الأسلوب اللي هو طبعا كيهدد الحق في الحياة، كيتهدد الحق في الحياة انطلاعا من أنهم تسدت أمامهم الأبواب. وطبعا هنا كيخص المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويفتحوا حوار جاد ومسؤول مع اللجنة ديال التنصاع، اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمجاوزة مهنة المحاماة. احنا بالنسبة لنا كائتلاف مغربي لهيئة حقوق الإنسان جينا انطلاعا من الخطر اللي كيتهدد، ومن جهة أخرى ما يمكننا إلا نضم صوتنا لكل قوى في البلاد من أجل فتح تحقيق نزيه حول هذا الملف، ولأنه سدت واحد العدد من الملابسات، واحد العدد ديال التعديرات، وبالنسبة لنا خص فتح واحد التحقيق باش يمكن لنا نوصلوا لواحد النتيجة باش يمكننا نصفوا هاد الضحايا ديال هذا الملف.